إن الموفق منا يا أخوة من عمل في نفسه بالسنن وعامل إخوانه وخالقهم بالخلق الحسن. يحرص على السنة في نفسه ويحرص على أن يكون تعامله مع إخواني بالخلق الحسن. ولذلك دائما أقول لإخواني يا إخوة كونوا للناس وأنتم على السنة خيرا، اجعلوا الناس يرون السنة خيرا لهم بأفعالكم أنتم بأخلاقكم أنتم. من الإشكاليات يا إخوة أن بعض الإخوة قد يكون غير ملتزم بالسنة فيكون ذا خلق مع الناس، يبتسم للناس، يبتسم لوالديه، يجلس مع والديه، يحدث والديه، فإذا التزم بالسنة يبس وتغير خلقه مع الناس، تغير خلقه مع والديه. أذكر أن أحد كبار السن قال والله يا شيخ إني طوال عمري وأنا بودي أن ابني يلتزم كما يقول العامة، ودي يكون من المطاوعة، ويوم تطوع والتزم إني أصبحت أقول إليك جلس مثل الأول. يقول تغير علينا وأصبح يدخل علينا بنفس يعني ليس طيبة، لا يجلس معنا، وكل ما قلنا له شيء قال عندي درس. يا ولدي ودني المستشفى، قال والله عندي موعد مع الشباب. يا ولدي وصلني، قال والله أنا عندي درس. تغيرت أخلاقه مع أهله، ليس إلى الأحسن كما هو مطلوب شرعا ولكن إلى الأسوأ. وهذا غلط يا إخوة، نكره الناس في التدين، نكره الناس في السنة، لا ينبغي هذا. ينبغي أن نتعامل مع الناس بالخلق الحسن والخلق الطيب، ولا سيما إخواننا الإخوة الذين نتعامل معهم ونحبهم ويحبوننا على الأصل الشرعي، ينبغي أن نتعامل معهم بالخلق الحسن ويكون الخلق الحسن ديدنا لنا. الخلق الحسن أصل عند المسلم على كل حال، لكن بين الإخوة أيضا نحتاج إلى هذا الأمر وإلى التواصل.